الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت. وبإذن الله جل وعلا نختم السلسلة الطيبة إن شاء الله جل وعلا بتلك الحلقة إن شاء الله. وقد جعلت الفتنة هذه تحت عنوان كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. فتنة نقل الكذب أو كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. مرة ثالثة أتحدث عن فتنة كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، ودي مصيبة وطامة خاصة في عصرنا الذي نعيشه الآن، بل وفي كل عصر، سواء في عصر كان سابقا أو في عصر لاحق. حدث عن كثرة الكذب وحدث عن عدم التثبت في نقل الأخبار الشائعة. يعني ممكن إنسان يطلق شائعة الحين، شائعة كده، تلاقي الثاني مع احترامي أخذها منه وعب أطلقها، باء انتشرت إلى مجموعة، المجموعة إلى مجموعات، والمجموعات إلى مجموعات، والمجموعات إلى بلدان وقرى ومراكز ومدن إلى آخر هذه الأمور. خلي بالك هي ما حصلتش وهي شائعة شائعة. ولذلك لما يجي بقى الثاني يسأل عنها يقول لك الله ده اللي أخبرني بقى واللي حدثني بقى رجل ما فيش بعد كده، اللي بعد منه ها يا عم يقولوا ده أنا شايفها بعينيا اللي هياكلها الدود، ولا شاف ولا يعرف أي حاجة في أي حاجة إلى آخر هذه الأمور. والعياذ بالله، الشائعات خطورتها عظيمة، خطورتها على البيوت والمجتمعات، الشائعات خطورتها على البيوت والمجتمعات، بل ربما أسقطت مجتمعات ومجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. خلي بالكم معايا جدا، وقلت لكم إن ذهبتم إلى مثلا يعني مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منصات التواصل الاجتماعي، انظروا إلى الكذب، انظروا إلى الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. ده ممكن تقرأ النهاردة كذا واحد منزلك فيديو، اللي منزلك كيت، واللي منزلك خبر وفاة فلان الفلان، وفلان في بيته أو في عمله أو مسافر أو كيت، والرجل لا يسمع عن ذلك على الإطلاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. القبض على فلان فلان، وفلان فلان ما فيش كلام من ده على الإطلاق. الحادثة عظيمة لفلان فلان الناجمة، عشان الناس تخش وكيت وتدوا لقات إلى آخره، يعني اعتقال مش عارف إيه وكيت، جريمة لفلان الفلان تمسك بكذا، كذب كذب إلى آخر هذه الأمور. يعني الشائعات كثيرة جدا، فلان الفلاني ثبت إنه متورط في كيت وفي كيت وفي كيت، والرجل أمين وليس فيه هذه الأمور على الإطلاق. شائعات شائعات، يعني مألف لك حتى حاجة عشان تجيب لايكات وكيت وكيت. ولد يتمسك مع بنت في أمر فاضح، يعني يكتب لك أنت ماسك ولد مع أمر مدبلج لك صورة إلى آخر هذه الأمور عشان الناس تخش، مش عشان العنوان، عشان الصورة الجنسية، وتخش إلى آخر هذه الأمور. يرتزق من الشبكات العنكبوتية حراما، يضع في بطنه السحت فضلا عن إضلاله للناس، والعياذ بالله، فضلا عن نشره للفاحشة وللكذب بين ظهراني المسلمين. أيضا قلت الأصل في محتويات هذه المنصات الكذب، رغم أن فيها الصدق، رغم أن فيها صدق، لكن فيها تلبيس وفيها تدليس وفيها أكاذيب وفيها اختراعات وفيها، والعياذ بالله جل وعلا، من الشر ما فيها. خلي بالك الاستثناء هو الصدق. ولذلك أقول حدث عن الدبلجات، حدث عن الفبركات، حدث عن المنتجة التي تكون في كل منصات التواصل أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لا حول ولا قوة إلا بالله. حدث عن بيوت خربت، حدث عن أعراض يعني دنست، حدث عن بيوت هدمت، حدث عن أطفال يعني ضاع مصيرهم، حدث عن كرامات أهدرت بسبب الكذب والافتراء والشائعات على منصات التواصل الاجتماعي. مرة ثانية هو حدث عن بيوت خربت، حدث عن أعراض دنست، حدث عن أعراض هتكت، حدث عن كرامات أهدرت بسبب ماذا؟ بسبب الكذب، بسبب كثرة الكاذب وعدم التثبت في نقل الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها. حدث عن مظالم، حدث عن مظالم وقعت على فتيات في تركيب الصور، وعن ظلم فادح دمر كثيرا من الأسر، دمر كثيرا من الأسر. ونسي هؤلاء قول رب الأرض والسماء،
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونسي هؤلاء من المجرمين الذين يكثرون الكذب وينشرون الشائعات على منصات التواصل وغيرها ولم يتثبتوا في نقل أخبارهم على الإطلاق، نسوا قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هتروح فين يا أخي؟ إن كانت الدنيا مش باقية لك، الدنيا مش باقية، إن كنت قاعد تمتص وتبتز، إن كنت قاعد تأكل رزق حرام من يعني والعياذ بالله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإفك وبهذا البهتان وبهذا الإجرام، لا تموت. والموت ما احترامي لا يطرق بابا ولا يستأذن أحد. وربما وأنت قاعد تعمل جريمتك أنت تموت في ذلك، ويبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. خلي بالك من دي، مهمة جدا، وكل ده مسجل، كل ده مكتوب. إن نفدت من أهل الدنيا هتعمل إيه يوم القيامة؟ خلي بالكم معايا جدا. ولذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ سيدنا النبي اللي بيقول للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة إلى آخره، ويأتي وقد سب هذا، ويأتي وقد شتم هذا، ويأتي وقد إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ لهذا من حسنات ولهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرح في النار. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك يا جماعة أنا عايزكم تسمعوا بقى لحديث سيدنا النبي اللي أقوله ده، أنا عارف أنه يكون جديد على أسماع الكثيرين لكن الحديث صحيح، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلي بالكم، سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. أنا عايزكم ترجعوا لصحيح الإمام مسلم واحد على 78 شرح الإمام النووي وشوفوا التفصيل في الشرح. وأيضا وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. خلي بالكم لا يضلونكم، ده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، لا يضلونكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، ده عند الإمام مسلم في صحيح أيضا 78-79 بشرح الإمام النووي. خلي بالكم يا جماعة، أنا طبعا كان نفسي أطول جدا في هذه بالذات، وكان نفسي أجيب لكم إسقاطات من أرض الواقع خطرة جدا، وكان نفسي أجيب لكم يعني أمثلة لبيوت خربت، بل والله يا جماعة لدول سقطت بسبب الشائعات، بسبب الشائعات، دول كانت آمنة مطمئنة سقطت بسبب الشائعات، وكم يعني من بيئات دمرت بسبب عدم التثبت في نقل الأخبار. أسأل الله أن يهدي الجميع، وأقول لكم في النهاية السلام عليكم، وعليكم ورحمة الله وبركاته.